فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. مش عند باك تقول لي هل وليت راه الشبكه تاعك راه فيهم راش قال الله تبين لي وتهضر معاه. مشي عند خوك مشي عند زوجتك ولا ودي الشبكه انا وياك راه غير كنلعبوا كنرقعوا راه ما تنصلوش الصبح راه قران الفجر مشهود راه غادي رفارين ها واحد واش حنا غنبقاو هنا اش غنقولوا قدام الله في قبورنا واش حنا غادي نبقاو ناعسين ولدنا ولادنا ونبقاو خاملين نتفرجوا حنا في المسلسلات المسلسل التركي المسلسل المكسيكي المسلسل ديال نبقى ديال الكحله تسلسلونا بالسلاسل راه بعاد المسلسلات في النهار ربع سوايع كنت نعطيو القران غير ساعه في النهار اللي كيغير الاحوال ديالنا تلقى مرا قاعده مقابله عايشه في تالودانت ولكن عقلها مكسيكي هي عايشه هنا في طرف الله ولا في باب الخميس ولا باب الحد ولكن عندها التوالي غاديه مع كريستينا والليمونه وداك الشيء مشي كتشوف داك الشيء بغات تلبس طايا بحالهم بغات قالت لك بينا الصالون تركي وانت تعيشي في تركيا وديري تركي انت في تالودانت حنا مخدا وجلسي اصبري شحال وصلنا تركيا اش بينا واش هادشي اللي خدينا حنا هادشي هذا هو ديال الثقافه ديال الحضاره واش هاد التبرج وهاد النسخ هو اللي بغينا واش عرفتوا فين وصلنا في البلاد 500000 مولود غير شرعي واش كتفهموا الارقام 500000 مولود غير شرعي 26000 كتولد كل عام في الدار البيضاء بوحدها من غير اب حالات السيده 30000 الاغتصابات والجرائم جمع ماشي جمع من الاعلام ومن الاختلاط ومن المخدرات الدري هز الزين كلشي هز السيف والشواقر من عندنا غزوه تبوك كل يهزلهم على اعداء الدين على بعضياتنا كنقتلوا بعضياتنا واش المسلم العاقل جارك يغتصب بنتك اللي عندها عامين ونص ويقتلها واش المعلم المربي يغتصب بنت كتقرا عنده امانه واش هذا قال القران واش هنا المسلم يوقع بزنا المحارم يطمع في بنته يضيع لها مستقبلها شتي فين وصلنا راه شتي بوغ الاعلام والانترنت والتليفونات وقال لك راه دايره ميديتيل 100 ميساج ب 5 دراهم من غتصيفط انت 100 ميساج لجداك من غتصيفط 100 ميساج يقلي باش واه زعما كاع هادشي صله الرحم والمحبه وخوتك زعما 100 وقال لك دير لها نهار الا ما صيفطتيها بالنهار تمشي حيت عارفين كتصيفط الساعه وقال لك ديري واحد الساعه فابور من 12 الليل ما حنا من غنهضر معاك 12 الليل ياك ودي لاباس واش كاين شي واحد غير يهضر مع امو مع 12 الليل إذا بين قوسين هذا تشجيع على الفساد لا ما نبقاو نضحكوا على روسيا هذا تشجيع على إثارة العلاقات بين الشباب والبنت راه داخلة اللي بيتسد عليها ولكن ما تسدش عليها راه مغطية ولكن ما مغطياش راه الثورة وصلت دولة أخرى راقبوا هواتف أبنائكم وبناتكم عارف اش كيدخل لدارك وعارف القنوات اللي عندك في البارابول ما تبقى على فمك تدخل عليك شي مصيبة لدارك راقب راه ماشي تشدد هذا راه احتياط